السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. جدع ميصل من السلالة ديال فهد الأصيل، عنده 12 شهر او قيل 14 عام وشهرين، المهم ما عندنا غرض، تتواصلوا وتشوفوا مزيان. الثمن مليون، ما عندوش الوراق، عنده لابيس في عنقو كما قلت لكم، من السلالة ديال فهد الأصيل والمرقد الفقي بن صالح. اللي بغى يتواصل بالسي محمد الله يسر لكم، او التوصيل حتى لعين المكان. قال لك اودي السي محمد ما كتذكرش التوصيل، احنا كنذكروا لكم التوصيل حتى لعين المكان، ولكن التوصيل غادي تميزي وغادي تزيدوا على الثمن ديال جدع. وتحيه لجميع المتتبعين، وكنشكركم على التعليق الزوين اللي كتخليو، وكنشكركم على البارطاج وعلى لي لايك وعلى التفاعل ديالكم. ومرحبا بالناس القدام اللي معنا، ومرحبا بالناس الجداد اللي كينضموا الينا كل نهار، مرحبا بكم في قناه فتاح فلوق. تحياتي لكم جميعا، وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل، ودوزوا بخير والى فيديو قادم.